بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم. أنا اليوم موجود في مكان زميلي الأستاذ خيري رمضان في برنامج ممكن. هو عنده مهمة خارج القاهرة وأنا بعتز بأن أنا أكون مكانه، أحاول أن أنا أكون في هذا الحدث المهم، لأن النهاردة يوم من الأيام المهمة في أحداث مصر. نحن قبيل ساعات من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد الذي يعتبر الخطوة الأولى في خارطة الطريق إلى مستقبل أفضل بإذن الله. في عدة أمور مهمة ونحن بنغطي هذا الحدث المهم. النهاردة الجمعة، المفروض أن هو النتائج بتكون في حالة الفرز النهائي، ويمكن كان ممكن النتيجة أن هي تعلن، لكن أرادت اللجنة العليا للانتخابات أن هي تستوثق من لجان الوافدين حتى لا يتم أي تشكيك بأي شكل من الأشكال على النتائج النهائية. تعرفون أن النتائج لجان الوافدين جاءت بقرار حكيم من السيد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، الذي أوصى منذ أسبوع، يعني قبل أيام معدودات من التصويت على أو العملية الانتخابية أو عملية التصويت، بأنه يكون في لجان للوافدين في المحافظات. طبعا القاهرة الكبرى دي اللي موجود فيها ما كانش بيصوت إلا إذا كان من خارج القاهرة الكبرى، بمعنى القاهرة، الجيزة، القليوبية. هذا الأمر مهم جدا أنه تكون النتيجة دقيقة ومدققة، وأن احنا نتأخر يوم أحسن من أن احنا يكون في أي نوع من التشكيك أو الطعن في أي نتيجة من النتائج. طبعا ممكن تكون اللجنة العليا محصنة، لكن أنا برضو بحترم فكرة الدقة. هل نقدر نتجرأ أن احنا نقول نتائج أولية؟ نعم، هذا جائز عرفا، لكن بنحاول نقول أنه النتائج الأولية في النهاية هي على عهدة من يزعها، وهي بناء على الأرقام، يعني تم احتسابها بناء على الأرقام النهائية التي أعلنت من اللجان المختلفة، تم احتسابها من الزملاء عندنا في البرنامج وخرجت على النحو اللي هتشوفوه على الشاشة. بس نكرر أنه النتيجة النهائية هي النتيجة الرسمية التي تعلن غدا بمشيئة الرحمن من قبل اللجنة العليا للانتخابات. ماذا تقول النتائج الأولية، وأكرر على كلمة الأولية، للاستفتاء على الدستور؟ أولا أنه عدد المسجلين 52 مليون وكسور، يعني بس حبينا نقرب الأرقام. عدد المشاركين هم 23 مليون وكسور عشان نقرب الأرقام. خلوا بالكم بقى من اللي جاي ده. نسبة المشاركة الأولية اللي هي موجودة أمامنا، وهي دي اللي تحسمها اللجنة بكرة، الأرقام اللي موجودة عندنا بتقول إن هي 44.2%، 44%. ده مهم جدا، عايزين نقول إنه الدستور، التصويت الأخير في دستور جماعة الإخوان كان قرابة 32 وشوية، حوالي 33%. هذا الفارق منذ عام إلى عام بالغ الأهمية، ذو دلال، خاصة إذا خدنا كلام الإخوان أنهم لا يكذبون وأنهم لا يشاركون، لأنهم قالوا أنهم ما بيشاركوش. فإذا كان الإخوان زي ما بيقولوا ما شاركوش، والنسبة 44% من حق الذين لهم حق التصويت من ال 52 المسجلين، أي أن في 23 مليون مصري راحوا لصناديق الانتخابات. ال 23 مليون دول قالوا إيه؟ نسبة التصويت بنعم عندهم كانت تقريبا، ونكرر أنها تقريبا، كانت 95%. يعني 95% من ال 23 مليون قالوا نعم على هذا الدستور. طيب السؤال، إذا كانت هذه النتيجة على هذه الشاكلة، يبقى السؤال المهم، هل هذا الدستور إن لم يكن مزورا وإن لم يكن متلعبا فيه كما تقول قناة الجزيرة، هل هو يعبر عن
مجموع المصريين ومجموع إرادة المصريين، هل هذا الدستور بهذه الشاكلة هو في حقيقة الأمر دستور يعبر عن شرعية أكيدة؟ الإجابة بالتأكيد نعم. دي نقطة مهمة جدا، كل هذه النقاط في هذه الحلقة سنناقشها تفصيلا وبالتحليل الرقمي وبالتحليل السياسي وبمغزى الأرقام. الحلقة دي كلها مخصصة عشان نقول لكم إجابة على سؤال واحد كبير، إيه هو؟ ما هي دلالة هذه النتائج؟ معنى النتائج هو ده السؤال، معنى النتائج اللي احنا بنقول أنها تقريبية أقرب إلى الحقيقة، ممكن تكون النتيجة اللي تتزع بكرة 0.5% فوق 0.5% تحت، لكن لا تغير من حقائق الأمور شيئا، أن في 52 مليون راح منهم 23 مليون يشكلون نسبة 44% من الذين لهم حق التصويت، 95% من 23 مليون دول قالوا نعم. ده معناه إيه؟ ده السؤال، ده معناه إيه؟ وده يدينا مؤشرات بإيه؟ وحيأثر إزاي سياسيا وأمنيا على مستقبل البلاد وعلى خارطة الطريق وعلى انتخابات الرئاسة وعلى قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالترشح من عدمه. كل هذه الأمور مهمة جدا، والسؤال الأهم هيكون رد فعله إيه عند جماعة الإخوان المسلمين والذين يؤيدونهم، وهيكون رد فعله إيه من الولايات المتحدة الأمريكية اللي أذاعت متحدثة باسم الخارجية اليوم أن هي تراقب عن كسب عملية التصويت على الدستور والنتائج التي ستعلن، وأيضا المراقبين الدوليين ولجان الحكم المجتمع المدني التي راقبت الانتخابات. هم بيقولوا احنا نترقب وبنشوف الاستفتاء ده كان شكله ايه، وهل هو كان شفاف كان نزيه. كل هذه الامور الولايات المتحدة تحاول ان تعلق عليها، نفس الموقف بالنسبة للاتحاد الاوروبي وبالنسبة للارادة الدولية. لكن الشيء اللي محدش يقدر يتجاهله الصورة والصور اللي كنا بنشوفها، والصورة لا تكذب، حوالين التوابير الممتدة والمشاركة العظيمة للشعب المصري في أول خطوة على طريق ثورة 30 يونيو. قبل ما ننتقل إلى مناقشة الحوار عندي ليكم مسابقة، حاول بقى يعني نفك شوية الدنيا، مسابقة وليها جائزة مهمة جدا مالية ضخمة أنا شخصيا اللي هدفعها، بس إذا حد عرف يجاوب على السؤال. هي مسابقة أو نوع من الفزورة، فكروا فيها بعد الاستراحة الإعلانية هقول لكم الإجابة، إذا جت للإجابة صح هقول لكم إن في حد عارف يجاوبها صح، وإذا جت غلط هقول لكم النتيجة، هقول لكم النتيجة في جميع الأحوال. فالزورة بتقول إيه؟ تقول في اتنين، واحد مؤمن رمى جعلنا جميعا من المؤمنين، واحد كافر والعياذ بالله. الاتنين ركبوا مركب، المركب ده غوط في البحر، دخل في منطقة عاصفة، في منطقة زي ما بيقولوا دوامة، المركب خلاص هيغرق، الاتنين وقعوا في المية. ايه السؤال بتاع الفزورة؟ المؤمن والكافر هيحصل لهم ايه؟ مين فيهم هينجى ومين فيهم هيغرق لما مؤمن وكافر الاتنين يقعوا في دوامة فيها مية؟ مين اللي هينجوا ومين اللي هيغرق؟ إذا عرفت الإجابة ليك جائزة مالية عظيمة جدا. اوعى حد يجاوبني يقول لي اللي هينجو هو حسب إرادة ربنا، لأنه سبحانك ربي كل شيء بيدك. لأنه ممكن أقول لك مثلا لما بيجوا يراهنوا نتيجة ماتش تشيلسي وأرسنال كام، محدش هيبعت لمكتب المراهنة يقول والله إنه اللي ربنا عايزه يفوز هو اللي هيكسب، فبالتالي ده دي النتيجة لا تحتسب. لا، احنا عايزين نقول لو واحد مؤمن وواحد كافر الاثنين، واحد اخواني وواحد مش اخواني، الاثنين اذا كانوا بالاخوان بيعتبروا ان هم المؤمنين واحنا الكفار كفار قريش، اذا حد من الاثنين وقعوا في دوامة مية مين اللي هينجو ومين اللي هيهلك لا قدر الله. بعد الاستراحة تبدأ المناقشة، وبعد الاستراحة الإعلانية هقول لكم على نتيجة هذه الفزورة، وياريت حد يقول لي الإجابة الصح.
المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات يحدد غدا السبت لإعلان النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور. جينيفر ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تقول أن واشنطن تراقب عملية الاستفتاء على الدستور وتتطلع إلى النتيجة وتقارير المراقبين المصريين والدوليين حول عملية التصويت. المتحدث العسكري قوات حرس الحدود تدمر 8 أنفاق خلال يومي الاستفتاء. قوات الأمن المصرية تلقي القبض على 42 إخوانيا من مثير الشغب بمدينة نصر وحلوان والزاوية الحمراء والزيتون. الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم مقتل شخص وإصابة 2 خلال اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن وعناصر تنظيم الإخوان في المحافظة. ضبط 15 إخوانيا بحوزتهم طبنجة وفرد خرطوش ومولوتوف وأربعة أعلام للقاعدة خلال مسيرات بالمنتزه والرمل. الشرطة تفض تظاهرة غير مرخصة لأعضاء تنظيم الإخوان بالإسماعيلية.